بتناديني تاني ليه؟ أنا حولة ولا إيه؟ يا نهار أسود، مين؟ أنا النقيب يزيد أبو اليزيد من مباحث قفش الستات. تبقوا جايين عايزين إيه؟ جايين نقبض عليكي أنتي والولية الحيزبونة اللي معاكي، لأنكم جنس ملوش أي لازمة، إنما الرجالة هم أساس الكون، هم أساس الحضارات. هتيجي معايا بالذوق ولا استخدم العافية وديكي قلم بقوة 99,000 سلطان؟ الله يا جماعة، ما قلت له حاجة، ده الكلام ده من وحي خيال الفنان. لا والنبي، انتوا جنس لازم يتحرق يتولع فيه، لأنكم ملكوش أي لازمة، كدابين. ايه ده؟ الستات ما بيعملوش كده، يا كلب القائد يا كومبارس المعسكر يا فهم. كل سنة وانت طيبة يا كرمة يا بنتي. خير يا حاج، ايه اللي جايبك؟ الا عيب يا كرمة، ما يصحش كده، الراجل في بيتنا. كلك ذوق والله يا دادا. الحقيقة انا ما عجبنيش الا الشديد القوي. ما تنجز بقى يا حاج وبلاش كهن، عشان الكهن ليه ناسه واحنا اساسه. كهن؟ اه ماشي. الحقيقه يا جماعه الحاجه اليومين دول اعصابها تعبانه جدا. ايوه دي حقيقه. المسكينه دخلت تاخد البابل باث بتاعها. مين؟ البابل باث حضرتك، شاور عشان تركلس مش اكتر. وهي خارجه اتزحلقت من البانيو وقعت على دماغها في وش المرايه. قامت فرشة السنان دخلت في مناخيره، شرمتها نصين، وقع على ظهره. أنا كنت في المطبخ بعمل لاتيه بالقرفة، أنا سمعت الهبدة من هنا، قلبي والمج وقعوا في رجليا، اتكسروا. لقيته واقع في الأرض وغرقان في دمه، والدم مالي الأرض. شفتها وشطفتها وشلتها، وأول ما فتحت عينيها ما قالتش غير كلمة واحدة: هاتولي كرمة. هاتولي سلطان. هاتولي كرمة. يا حبيبتي يا حاجة، يا حبيبتي. اه ده دمعتي يا رهيبة والله العظيم، مش قادر. كرمة احنا لازم نحقق لها امنيتها الأخيرة، صح؟ أيوه طبعًا. وإحنا مالنا إحنا؟ عاوزين نضرب معاكي مشوار لحد الهرم عشان نلفحولك على كتافنا. هي دي الرجولة يا سلطان؟ هتسيب ست كبيرة تروح من معسكرنا مكسورة الخاطر؟ ما تولع بجاز. جاز؟ إيه القسوة دي؟ بلاش هي، الحاج. هتسيب راجل كبير يا سلطان يموت على سريره في عهدك؟ يا شماتة معسكر البنات فينا. اه يا دي الشماتة فيكو. اوه طب اقول لك ايه؟ روح اسبقي انت واحنا شويه كده ونيجي نحصلك نشوف جوزك البقف ده. بس ما تتاخروش، شايف كرم الاخلاق. انجزي بدل ما اغير رايي دلوقتي حالا. بلاش بقى راغي النسوان ده، الراجل وافق. انا كان قصدي الحقيقة يا جماعة، أنا كنت عارف إن أنا مش هطول عليكم. على العموم أنا هقوم دلوقتي، بس أرجوكم ما تتأخروش. أستأذنك عشان بس بتمطر بره. يا حاج، حاجة هم راحوا فين؟ بقول لك يا نوح، انا قلبي مش مستريح. انا شاكك ان الولايه القرشانه دي عامله نمره مع النسوان علينا. او يكونوا عاملين فينا مقلب؟ انا من ساعه ما شفت الحاج ده وانا شاكك انه حفيد رامز جلال. حاجه يا حاجه. ايه ده؟ انت ايه يا بنت اللي جابك هنا؟ الصباح ده لو اتمد في وشي تاني هقطعهولك. كارما ازاي الخنجر؟ ايوه اسمعي كلام الدبدوب بتاعك بدل ما اعمل الخرم ثالث في مناخيرك. كارما نزيل الخنجر، احنا لازم نعمل مور كنترول على اعصابنا، وبعدين احنا مش متفقين ما بنقتلش حيوانات. احنا بقى بنقتل حيوانات. انا جاي لك وناويها بظبط، وقاتل على الباب بخبط. هتعمل لي ايه؟ ما انا عملت خلاص. معلش يا اصل انا كنت باخد دش انا وماي هازبند. ليله الخميس بقى عقبالكم. انتوا ناويين تعملوا ايه؟ انا اسف يا ولاد، اسف ان انا كدبت عليكم، بس ما كانش في حل غير كده. انا سلطان، مره زي دي تضحك عليا وتجيبني على ملا وشي؟ مالك
مفيش حق. صحيح يا حاجة، كنت خدتينا معاكي في العربية بدل المشوار العلقة اللي ضربناه ده. انت تخلص خالص بدل ملوشك بظهر ايدي. انت السبب اللي احنا هنا. قلت لك ان سوان كدابين، قعدت تقولي دي زي امك. هاي امك اهي واقفة بلبوس وعلى وشها بابا غنوك. يا سلام، ده على اساس ان الرجالة مش كدابين؟ ما الحاج زفت اهو كدب علينا وقال ان الحاجة تعبانة. مذكر ده ولا مش مذكر؟ ما تنرفزيش نفسك يا كارما. انت تور يا حاج. يا ابني كده بقى، انا زي ابوك. انا قصدي برج التور، لان التور كداب وزباله ودؤوب جدا في شغله. الحقيقه انا برج التور. سيبك موضوع كداب وزباله، انا فعلا دؤوب مش واخد بالك ولا ايه؟ على ابوه يا ولاد دي تعتبر كدبه بيضة. سيبنا بقى من كل الكلام ده. جايز كاموز مي، كاموز مي جايز، فولو مي. ايه يا ابني ده؟ انت بتعمل ايه؟ خطيره الشوكولاته دي. انت متخلف يالا، بتاكل الحته اللي بتترمي اللي ملهاش لازمه وسايب اهم حته فيها. هو الملون ده احلى حته. انت شايف كده؟ امال ايه؟ طيب خد انت بقى احلى حته فيها، ماشي؟ كلها ليك لوحدك، وسيب لنا اللي ما بيتاكلش ده. امين؟ امين. امين ايه؟ انت عبيط يا ابني انت؟ تاكل الشوكولاته بسلفانتها؟ سلفانتها ايه يا حاجه؟ مش شايف الشوكولاته ايه؟ يعني انت جايبنا من بيوت عشان كامل؟ لا ده مش ممكن يعني، ما خلصت من المهرجان اللي احنا فيه ده.